وزي ما وعدتكم هختم معاكم السلسلة دي، ومفيش أحلى من كده ختام. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مش هنشتغل اي حاجة تخص الغرز، ولكن هوريكم نتيجة شغلنا طول رمضان السنة دي. اول حاجة عملنا التوتي باج القمر دي، ورجعنا بعدين عملنا كل غرز اللي احنا اشتغلناها في الكروشيه التونسي، من اول الغرزة العدلة لحد غرز تانية هتلاقوها مختلفة جدا اشتغلناها مع بعض، زي غرز الكلاستر، زي غرز تانية هتلاقوها موجودة معانا. زي ما انتم شايفين كمية رهيبة جدا، غرزة الريش، غرز زي غرزة الشوجر كان، غرز كتيرة قوي، غرز السلالم، غرز حلوة وكتيرة ونتيجة مفرحة جدا للبطانية بتاعتنا. وزي ما قلت لكم اشتغلت وحدات مستطيلة، لان انا عايزة البطانية بتاعتي يكون فيها شغل حتى لو ما فيهاش غرزة الضفيرة الامامية، ودي اخدناها من قبل طبعا في سلسلة لوحدها. غرزة البابلز، غرز كتيرة جدا، وزي ما انتم شايفين نتيجة شغلنا قد ايه جميلة. وطبعا لسه في غرز كتيرة 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 زي ما انتم شايفين، كل ده اشتغلناه اثناء الشهر الكريم. كتير بيقول انه ما يقدرش يعمل اي حاجة في رمضان، وان رمضان بالنسبة له مش بيعمل فيه اي حاجة، بيكون فاصل. ولكن اقدر اقول لكم ان احنا اشتغلنا كل الغرز اللي عمالة تقع على الارض مني دي، وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها حاليا دي والكاميرا مش جايبة اغلبها، كل ده غرز كروشيه تونسي اشتغلناها مع بعض على القناة عندنا. تقدروا تنفذوا الغرز دي كلها وتعملوا معايا أحلى بطانية بعد العيد إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، ورمضاننا خلص إن شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بالخير. أشوفكم إن شاء الله بعد العيد، نستكمل مع بعض غرز الكروشيه التونسي ونعمل مع بعض أحلى بطانية. كل عام وانتم بألف خير، وعيد سعيد مقدما. مع السلامة، كل عام وانتم بألف خير.